فين هما هاد الجمعيه حقوق المستهلك اللي تتخدم 12 شهر اللي تتخلص 12 شهر وتتخدم غير 6 ايام، تتخدم 4 ايام في شعبان في الاخر شعبان، وتتخدم يومين في رمضان. بحال هذيك اللجنه اللي دازت البارح ديال الاسعار اللي دارت في المارشي تسلا مع اذاعه، واللجنه اللي دازت اليوم دازت في مارشي سيدي موسى، هذيك راه غير مراقبه، هذيك ماشي مراقبه، تمشيو غير الناس اللي تبيعوا الغلا، خاصو يدور ويدير جوله في السوق باش يعرفوا شنو كاين. حنا بغينا نعرفوا هاد المسؤولين واش تيخدموا غير 6 ايام في العام ولا تيخدموا 12 شهر، حيت هما يا تدوز لهم المانضه الشهريه وتنشوفوهم غير 6 ايام في العام، تنشوفوهم غير في الاذاعه، حتى في المارشي ما تنشوفوهمش، غير تنسمعوا فيهم غير في الاذاعه، ما تنشوفوهمش حنا في السوق. انا 23 خدام في 23 عام خدام في الدجاج، عمرهم ما جاوا عندنا، تمشوا غير عند الناس اللي في المستوى الرافع، بحال البارح في هذاك الروبورتاج اللي داز في الاذاعه، راه ما دازوش على المارشي كامل. واش كاين غير مول الحوت اللي كاين في الرباط؟ في مارشي تسلا كاين غير مول البطاطا وكاين مول التفاح، ندوزوا لحوايج اخرى وندوزوا مراقبه اخرى. خاصنا الناس المراقبين اللي تيأدوا القسم خاصهم يأدوا الواجب ديالهم، حيت عندهم تا هما واحد الجنود الخفاء اللي تياكلوا من مورام تدي لهم هذاك لقمه العيش، خاصهم يعرفوا يحلوها. ماشي يجيو عندنا غير 6 ايام في العام، خاصنا نشوفهم حنا ديما ولو مره غير في الشهر باش نحسوا براسنا راه حنا واحد المراقبه تابعانا، والمراقبه تجي تتفتش، ماشي غير تجي تقول لك السلام عليكم فينا لائحه الاسعار فينا هو واش كاين شي جوده، وادي تفتيشيه تجي تتقلب تتشوف لادات تتشوف الجوده الانتاج وتتشوف الاسعار.